بالمجمل انا اشوف فريق الطلبه راح يعاني، راح يعاني نفس المشاكل الموسم الماضي. نوعية المحترف اللي موجودة بالفريق ما ترتقي لاسم فريق الطلبة او ينافس كل المحترفين. بس يعني ما عدا غيث معروف عنده تجربة سابقة. كابتن يعني صفوان يا مواليد. انا 1983. كابتن يا مواليد 54. ترى الله يعطيكم طولة العمر. لا 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 يصدقون الناس يا معز 7 سنين. قسما بالله. انا تابعت هاي الجولة واللي قبلها واللي قبلها من الأولى لليوم، اكو محترفين بدورينا. قسما بالله. لو يلعب كابتن صفوان بهذا العمر وكابتن سعد وياي وياي واني رجال مالي علاقه، هم نقدم ونلعب باص ونصف الطوبه احسن احيانا. ولك صراحه جماهير انا اشوق من تطلعون هاي المقاطع زين. ذكر من قلت لك اكو واحد انت وكابتن صفوان قلت لك راح احكي الكلام اللي حكى هذا المشجع، اكو بعض المشجعين يعني اذكياء بصراحه يعني لماحين جدا. قلت لك هذا الكلام اللي راح يقوله هذا المشجع لابس ازرق يعني طلع قلت راح احكي بصراحه يعني في جمهور عنده ثقافه، بس انا ما افضل ان تسوون لقاءات مع الجمهور بعد المباراه. هسه مو موضوعنا الجمهور يعني انا لا انا انظر لموضوع الجمهور المحترفين ارجع لك والله العظيم وزنهم اكثر من وزن كابتن صفوان مدربين الان. هو بس يتكلم اللاعبين يسيء للكوادر الفنيه بالرغم انه انتم يعني مو مباشره انتم يعني برنامجكم برنامج محترم وحضرتك ايضا انسان محترم، فانا انظر لردود الافعال بعد الخساره العصبيه دائما تكون بها حاله ما دام منتجه فمسيطر عليه. بس الحاله الايجابيه اللي تكلم بها الكابتن سعد اليوم جمهورنا بدواعي ومثقف ويفهم كره قدم، يعني يفهم كرة قدم، يفهم في كل جزئياته ممكن تفاصيل سواء في إدارة المباراة للمدربين في تغيير في تفاصيل، وهذا الأمر ما ينطي أيضا الأحقية في مناقشة مدرب أو يعني اعتراض على حالات المدرب اللي ممكن أن يقوم بها، لكن تبقى هي ردود أفعال بالنسبة للجمهور من حرص على الفريق. أما بالنسبة للمحترفين يعني مشكلة المحترفين هو عملية الانتقاء، يعني تدخل السماسرة جو إدارات الأندية بالتعامل مع إدارات الأندية في اختيار اللاعب بعيدا عن الكوادر التدريبية. اليوم انت من تعطي مساحه للكادر التدريبي هو ينتقي المحترف، اعتقد راح يكون الوضع بشكل افضل، وهذا يشمل اغلب فرقنا للاسف، يعني اغلب انديتنا سواء بالمحترفين في كل الانديه حتى ممكن على مستوى الدوري الممتاز، عندما تدخل ادارات الانديه مع السماسره في علاقات معينه في تفاصيل معينه في سمسره في جزئيات، هذه النتاج ما ينظر لمستوى اللاعب، ينظر للكوميشن اللي ممكن ان ياخذه من السمسار اللي بعد ما يستقطب اللاعب، يجي المدرب ما راح يقتنع به، خلاص فنشوا تسدد فلوسه ومستحقاته، وهذا ما حضر للاسف لفريق القوى الجويه، لاعبين تفنشوا في بدايه الموسم ايضا علامه استفهام على هذا الموضوع. طيب احنا الوقت يداهمنا، بس اريد اسالك بما انه شايف المباراه.